درسنا الأول هو تكاثر النباتات. تكاثر النباتات أول نوع راح ناخذه هو عندنا التكاثر بالبذور. التكاثر بالبذور هاي بذرة الفاصوليا داخلها شنو رضا؟ جنين حي. داخلها جنين حي، منبلش نزرعها راح تكون لنا نبات جديد تحتوي على مجموعة من الأجزاء تساعدها على الزراعة. هي شنو هي أجزائها؟ الجنين، غلاف البذرة، غلاف البذرة اللي يحمي البذرة من الداخل، وبعد الجنين وعندنا السويداء يتغذى عليها الجنين أثناء نموها. الشكل هنا تكون السويداء مثل الحويصلة يتغذى على الجنين أثناء نموها. ها بالنسبة للتكاثر بالبذور. عندنا النوع الثاني هو التكاثر الخضري. التكاثر الخضري يحدث بنوعان، هو تكاثر خضري طبيعي والاصطناعي. الطبيعي راح ناخذ عليه الدرنات أمثلة والأبصار. هذا بالنسبة اليوم تجربتنا عن التكاثر بالنبات.